السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا الجو كيفاش داير. شوفوا ماشي كنتمشاو غير الا كان الجو زوين. هانتوما راه الثلج واخا ما كيبانش مزيان والشتا مهداتش هاد اليومين. واخا هكا حنا كنتمشاو. واحد المنظر اخر، ماشي غير الا كاين الشتا صافي كنتخشاو. والثلج هذا راه الثلج هو كيهبط دابا، لا دابا الشتا رقيقه، ماشي رقيقه كاع بزاف. شوف راه الدنيا كلها فازقه. هانتوما باش تعرفوا، شتو الغازو بيض. البارح كنا كنتمشاو كان الثلج تاني، ولكن ملي كيهبط الثلج قبل ما يوصل شي متر و جوج متر الارض كيدوب، حيت باقا ما كايناش شي حراره زعما تحت الصفر، شي بروده يا كلشي كتسمى درجه الحراره. ولكن الحمد لله المهم نشارك معكم هاد الجو بحال هكا. تشجعوا ماشي تقولوا الجو خايب ولا والله الا كتعيشي اللحظات. الجو كما كان كتشوفي الغابة، تشوفي الطبيعة بكل الفصول ديالها، اذا كيكون منظر زوين. اما الواحد يبقى يشوف هذا المنظر من الشرجم ولا يبقى مخشي في المنطقة في الناموسية قد يعجز ويزيد. واوروبا راه تقريبا الوقت دائما بحال هكا فصل الشتاء، اذا الا ديناها على الجو راه عمرنا ما نديرو شي حاجه. هانتوما اللي ملف، شوفوا داك السيد كيبان بعيد ولا السيده، اذا حتى هما راهم كيتمشاو واخا غير بوحدو الناس بالدراجات. سمحوا لي كنهج حيت جريت واحد شويه باش لحقت عليهم، وعاد دابا كنتمشى قدامهم. سمعوا الطيور، ماشي الطيور الغراب هذا اذا درت لكم واحد المقتطف. هذا سيد جاي، الدراجات كل شيء كيكونوا اللي ملف الرياضه ملف الحركه، راه في اي فصل كيما كان الجو كيما بغى يكون راه خصو يتحرك. عرفتو البرد وانا ما درتش اللي قاد. ايوا شاده دابا التليفون، مازال كنخشيهم في الجيب ولكن دابا راه شاده التليفون. عرفتو يديا بردو. هو الا طاح الثلج، الا طاح داك الثلج بزاف في الارض راه كينقص البرد، كينقص البرد على هكا. شي مره الا كان الثلج بزاف الا طاح وسالا كينقص الثلج. شوفوا هانتوما راه يبان لكم هكا، كنبغي شي وقيت كندوزو من حدا شي بلاصه كنوا فيها زقزقة العصافير، ولكن النساء تعرفوا كيفاش يهضروا مجموعه ما كيبغيوش. المهم ما كنبغيش نسمع صوتهم ولا شنو يقولوا. للاسف دابا انا بعدت منهم باش تسمعوا ساعه هما ساكتين مخشيين تاهما على البرد. فرحانه بزاف والله الا، صيفطوا ليا بزاف البنات، صيفطوا ليا تاهما بداو بحال هاد المبادرات في المغرب هنا في بلجيكا. شي وحدين ما كانش كيمشي واخا عارفين كاينه شي مجموعه كتمشى، ولكن ملي شافوا الفيديو ديالي تشجعوا ومشاو. كان فرحانه بهم وفرحانه حيت كيشاركوا معايا كما الوصفات كما بحال هكا.
خرجات كل شيء كيتشاركوه معايا. اذا الحمد لله، شكرا لكم على متابعتكم، والى اللقاء. تليفوني دابا يخسر عاوتاني بالشتا. يلا نخليكم بخير وعلى خير. يلا السلام عليكم. اديات كلاصاو. الصريخات دايرين معايا الضد، ملي كنكون ما نصورش كنسمعهم، ملي كنحي التليفون شحال الله تقدر كنحي التليفون كنسمعهم. كتسمع غير الصباب دابا. الحمد لله كنذكر الله سبحانه وتعالى، اما كنهضروا كنجبدوا شي موضوع، يا اما كنذكر الله سبحانه وتعالى. واليوم الجمعه، كاين اللي مخدمه القران في ودنيها بالتليفون، كاين اللي كتقرا واللي حافظه، والحمد لله. اذا كما قلت لكم في الفيديو الاول، هذه فيها لقاء نسوي، فيها رياضه، الصحه والعقل والجسم والذكر والحلول. كنهضروا على بزاف الحوايج. سمعوا النقاطي تاع الشتا، شتا شو الاغصان سبحان الله فيهم نقيطات ديال الماء، ما عرفتش يبانوا معكم.